الشلافي رئيس جمعيه الناس حاتم، المدير التقني لرياضه الرلان كوطاو حزام اسود الدرجه السابعه. جينا اليوم باش نهضروا على موضوع ديال اخلاق القاعات الرياضيه في اقليم قنيطرة وفي مدينه قنيطرة بالخصوص. هذا الاخلاق اللي طالها تقريبا هذه سنه، واليوم في شهر مارس راحنا كملنا سنه، قدمنا في واحد الشهرين ديال جويي اوت سبتمبر في ثلاث شهور، وعاود رجعنا للاغلاق في شهر اكتوبر اخر شهر اكتوبر. وبالتالي راه حنايا لحد الان مازال ما رجعناش للعمل ديالنا. هاد القاعات الرياضيه اللي عندها واحد المجموعه ديال المصاريف قاره، منها الكراء ومنها الاناره والماء والمستخدمين ديالنا اللي ملزومين بهم، حتى حنايا هاد الناس هادو مايمكنناش نتخلاو عليهم. وزيادة على هادشي هذا كاين المتدربين ديالنا اللي خصنا حنا نوجدوهم تظاهرات وطنية أو جهوية أو دولية، اللي حبست التدريب ديالها هاد المدة هادي كلها، وبالتالي خلافا على باقي المدن والأقاليم ديال المغرب اللي كملوا التدريب ديالهم، راه الوليدات ديالنا والأبطال ديالنا راه ما غادي يكونش في المستوى ديال التداري كباقي المدن. وكنستنتجو من هادشي هذا هو انه البطولات الجايه اقليم قنيطرة بالخصوص على جميع المستويات ديال الرياضات كل هذه القاعات غادي يكون النتائج سلبيه دون المستوى، لانه التدريب ما كانش مستمر. هذا من جهه. اللي بغيت نهضر عليه بالخصوص في هذا النطاق هذا هو الاغلاق والتبعات ديالو الاقتصاديه على القاعات الرياضية، على المدرب الرياضي، على مستخدم القاعة الرياضية اللي راه انعدمت المداخل ديالو. وبالتالي إلا جينا نقارنوه مع واحد الموظف اللي فقد منصب الشغل ديالو، راه مكيبقاش عندو مدخول. حنا المسؤول على القاعة أو المدرب راه ماشي غير تمشي ليه المدخول ديالو ولا الأجرة ديالو، راه كل شهر ما كيرجعش للعمل تترتب عليها مصاريف كتضاف على الديون اللي كتتراكم. وبالتالي هذا الاغلاق ديال القاعات الرياضيه ديال سنه راه ترتب عليها ديون ديال مصاريف الكراء والماء والكهرباء، وما بلا ما نهضروا على الاسره ديال ذاك المدرب والاسره ديال ذاك المستخدم اللي هذا هو المصدر ديالو، مصدر العيش ديالو، واختاروا عن قناعة. لأننا حنايا كناس تيدربوا راه حنا اختارينا هاد المهنة هادي، واختيار ديالنا هاد المهنة هادي بعد اقتناع بيان سور قررنا أننا نشغلو نستغلو في هاد الميدان هذا. منين قررنا أننا نشتغلو في هاد الميدان هذا خلقنا واحد مؤسسات معينة، كاين اللي خدا شركة صغرى وكاين اللي دار جمعية رياضية، وهذا الشيء هذا راه تيساهم حتى هو في الرواج الاقتصادي للبلاد. راه التوقيف ديال هاد الجمعيات الرياضيه راه توقيف ديال مصدر الرزق ديال واحد مجموعه الاشخاص اللي كيعملوا في ذاك القطاع. ما نخفيكش بان احنا مجموعه ديال الاساتذه كنتلاقاو تقريبا يوميا وكنسالا في القنيطره. اول مره لقينا الوقت باش نشوفوا القنيطره بالليل، حنا الناس تنخدموا في واحد الوقت اللي تيكون الوقت ديال الوقت الثالث ديال الناس بصفه عامه، وبالتالي سمحت لنا الظروف اننا نتسارى في القنيطره في الوقت الناس يكونوا جالسين في القهاوي، الوقت اللي ياخذوا لي موان ترونسبور، الوقت اللي كيتبضعوا، الوقت اللي كيمشيو للسوبر مارشي في وقت الذروه ديال السوبر مارشي. وتبين لنا بان القنيطره كتعيش عادي، الناس تتحرك بكل اريحيه، وكاين ما كاينش تباعد، يمكن ناكدوا هذا الامر هذا. تنتسائلوا علاش القاعات الرياضيه بالخصوص اللي طالها هذا الاقفال هذا، او بالمقابل جميع القطاعات ما تنبغيوش نذكروها بحال احتراما لذوك الناس اللي خدامين، ولكن جميع القطاعات كنا ناكد 100% ديال القطاعات اللي في القنيطره خدام. دونك وحنا تنعتبروا باننا ما رجعنا للعمل وما تعطاتنا الرخصه باش نرجعوا كقطاع ديال الرياضه وقاعات الرياضيه بالخصوص، حتى كان واحد الالتزام ديال وزاره الشباب والرياضه بالتنسيق مع وزاره ديال الصحه
ان الجمعيات الرياضيه ياخذوا واحد المجموعه ديال التدابير الاحترازيه اللي كتضمن السلامه للممارس والناس اللي كيخالطوا داك الجمعيات. حنا جلسنا واحد المده عاوتاني ودارسنا هذا الامر هذا وحاولنا نحللوه ونقلبوا ليه شي تفسير علمي، لقينا ما عنده حتى شي تفسير علمي كون الجمعيات الرياضيه والقاعات الرياضيه انها تغلق الابواب ديالها في وجه الممارسين ديالها في الوقت اللي حنا ضامنين التباعد وضامنين واحد المجموعه ديال 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 الضوابط اللي كتخلي الممارس يدخل القاعه في ظروف صحيه. قلصنا العدد ديال الممارسين بيان سور قبل ما يدخل القاعه حنا كنشوفوا الحراره، كنحاولوا نديروا دي جروب صغار، منعنا على الوالدين انهم يدخلوا القاعات الرياضيه، قفلنا المستودعات دونك ما كاين شيء، الناس ما كيدوشوا شيء ما تيدخلوش، بالتالي هذاك الوليد اللي غيجي يمارس راه كيجي بالصندره ديالو باش نفسروا بالضبط الامور كيفاش كترى، وتيحطها في واحد المكان خاص لهذه العمليه هذه، تيدرب وتيخرج وعاد تيجي المجموعه الثانيه. درنا التفويج الشيء اللي ما كاين شيء في المدارس اللي كاين الان حنا تيدرسوا فيها وليداتنا اقسام عاديه كتدخل وتخرج عادي. وعطينا واحد الملاحظه، قلنا لنفرض انه المدارس منين تيوقع فيها واحد الحاله ديال ديكلاري تيوقف القسم او لا تتوقف المدرسه لمده معينه او تيرجعوا للعمل. انا تنتسائل علاش ما تعاملوش مع هذا القطاع هذا بنفس السياسه بنفس الطريقه، علاش ما كانش تنسيق مع وزاره الشباب والرياضه في القنيطره اللي حتى حنايا نتعاملوا معاها ونسقوا معاها، ومنين يكون عندها هكا ديكلاري في شي قاعه من القاعات الرياضيه يا اما ديك المجموعه هذيك تحبس على العمل ما تبقاش تدرب، او القاعه ككل تحبس على التدريب واحد المده معينه من بعد ما يكون فحص لذاك المخالطين. واللي بغيت نشير ليه هو انه في القاعه الرياضيه سهله انك تكون عندك الحصر ديال المخالطين، لان المخالطين عندنا كنعرفوهم وتيجيو وتعرفوا الناس اللي كيدخلوا عندنا بالضبط، وبالتالي حتى حصر مجموعه ديال الناس المخالطين بعضياتهم عرفنا. بالعكس المقاهي والمحلات العموميه ما تيمكن شيء، موين ترونسبور طلعوا لي عباد الله ما تيمكن شيء تعرف شكون اللي دخل شكون تلاقى مع الاخر. دونك تفسير هذا الشيء هذا ما فهمناهش. كاين واحد المساله واحده اخرى هو عدم التواصل. حنا كجمعيات رياضيه درنا العديد من المراسلات للسلطات المسؤوله وطلبنا منهم يشرحوا لنا، طلبنا منهم يشوفوا فينا، طلبنا منهم يتواصلوا معنا، ولحد هاد الساعه وكنتحمل مسؤوليه الكلام ديالي ما توصلنا حتى بشي جواب لهاد المراسلات العديده، لا من ناحيه لا على مستوى دوك لي بيتيسيون اللي درنا كاساتذه وكمسؤولين عن الجمعيات الرياضيه، ولا كواحد الاطار اللي خلق في هاد الظروف هذه يدير واحد النقابه ديال المدربين والمستخدمين وارباب القاعات الرياضيه.